زي ما كنت دايما بقول ان ميزة المهرجان هو ان بيبقى فيه جمعة لكل عشاء الفن والميديا والثقافة بتجتمع في كواليس المهرجانات، وخصوصا مهرجان الأقصر، لأن كمان هنا المناخ الثقافي والسياحي الكبير بيخلي كمان في تواجد كبير جدا من جميع أنحاء العالم وأفريقيا والوطن العربي. سعيدة النهاردة أن معانا الباشمهندس أسامة الشيخ، طبعا انا بدين ليه بحاجات كتير لان ده استاذي، وده كان ليه فضل كبير بان انا اكون البرنامج بتاعي ده يظهر للنور في بداياتي، وسعيده اني بشوفه النهارده وهو بيقود الشباب مره اخرى من خلال لجنه افلام الشباب، وهو اكتر واحد داعم للشباب والافكار الجديده والاعمال الجديده والفكر الجديد، بيديله الدافع دايما وبيكون ليه الفضل انه يصنع كوادر جديده. برحب بيك وسعيده بوجودك في المهرجان وخير ما اختاره. اهلا وسهلا، تسلم يا رب. يعني طبعا احنا محتاجين للشباب ومحتاجين لافكارهم، محتاجين لان دايما الشباب هو دايما هو اللي بيقود الفتره القادمه، واحنا محتاجين فكر جديد. هو كل سينمائي كويس ابتدى وتعرف ان هو شاب، اتقال ان فلان من عمله الاول اصبح علامه في السينما يعني. علشان كده احنا موجودين مع الشباب وبنطرح تجاربهم وبندعمها، وان شاء الله المرات الجايه وقريبا هيبقى فيه دعم باشكال اخرى لافلام الشباب. يعني طبعا دي أول مرة بتتواجد فيها في مهرجان السينما الإفريقية في الأقصر، انطباعك بقى؟ يعني طبعا احنا لسه في أول يوم، امبارح كان الافتتاح والنهاردة أول يوم فعاليات والندوات، ولكن باشمهندس أسامة يقدر ان هو برضو يعني يلخص أهمية هذا. هو مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية هام على مستوى السينما والفن وعلى المستوى السياسي، ده مهم جدا لمصر لأن مصر هي بوابة أفريقيا، وهام جدا على مستوى السياحة، فالسياسة يعني قوة ناعمة تتفاعل بين مصر وبين الأشقاء الأفارقة، وسياسة وسينما يعني أفلام المصرية هتتعرض في دور العرض في أفريقيا، والأفلام الأفريقية وهي أفلام مهمة وناجحة ومعروفة في كثير من الدول الأفريقية زي السنغال، زي نيجيريا، زي جنوب أفريقيا، زي موزمبيق، كل دي فيها سينمائيين مهمين على المستوى العالمي. فهنا التعارف سوق جديد وكبير ولا ينتهي للفيلم المصري، واكتشاف الأفارقة للبعد الحضاري والقوة الناعمة المصرية. يعني طبعا زي ما شفت في الندوة في حالة من الإحباط لدى البعض من الساحة أو من الجو العام أو قلق عام على الثقافة وعلى الفن وعلى الإعلام كمان. نظرتك إيه للساحة الثقافية في مصر دلوقتي والفنية والإعلام؟ هو في مشكلة حقيقية يعني لا نستطيع أن احنا نتجاهلها، لكن مصر بقوتها وبتاريخها وما تعرضت له سابقا راجعة، مصر إعلامها راجع إن شاء الله، وفنونها والسينما بتاعتها راجعة، لأن هي مرتبطة بالعنصر البشري، والعنصر البشري المصري عنصر قوي ولا يتوقف مصر، لا تتوقف مصر عن العطاء. في مشاكل لكن السينمائيين والفنانين والإعلاميين قادرين أنهم يعالجوها إن شاء الله.
إن شاء الله بدفع من جيل زي حضرتك عاشق لبلده وعاشق لثقافة بلده، وأكيد هيكون للشباب هنا النهاردة والأجيال الجديدة اللي بتشتغل. الأجيال الجديدة قادرة وتعرف الحل، وستصل إلى الحل إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى إن يكون في أعمال حلوة في المهرجان ونشوف النتائج بقى في حفل الختام. شكرا ليك وسعيدة بوجودي معاك.